ولمناقشة المشهد السياسي المعقد في العراق ينضم معي عبر سكايب الدكتور صباح الناصري، أستاذ الفكر السياسي في جامعة يورك تورنتو. دكتور صباح، مرحبا بك. مئة أهلا وسهلا عزيزي. وضيفي في الاستوديو الأستاذ نوري حمدان، الصحفي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك أستاذ نوري، هل العراق بات على مفترق طرق بعد استقالة النواب الكتلة الصدرية؟ كيف تسير الأمور والمشهد السياسي المعقد في العراق؟ نعم، هو حقيقة أنه استقالة الكتلة الصدرية هي أزادت من يعني تعسر العملية السياسية أو تحجر العملية السياسية، واستقالة الكتلة الصدرية في مجلس النواب اليوم هو خير دليل على يعني نقدر نسميه الانسداد السياسي والانسداد في العملية السياسية، بمعنى أنه لا يمكن بعد ما حدث لا يمكن إصلاح العملية السياسية من الداخل، وهذا ما قلناه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. قلنا أنه نتائج هذه الانتخابات ما قبل ما تتحقق الانتخابات سوف لا تفضي بتوافق وطني ولا تفضي بنتائج وطنية على مستوى البرلمان وتشكيل الحكومة. دعاة تشكيل الحكومة بغرار التحالف الوطني أو إنقاذ وطن أو الحكومة الوطنية كما سعى لها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحلفاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك تحالف السيادة، قلنا أيضا في هذا التحالف أنه لا يمكن له أن يحقق نتائج إيجابية على الأرض الواقع وخروج يعني العملية السياسية من أزمتها الحالية، أزمة متعمقة، أزمة متجذرة بأصلها حقيقة، يعني مو أزمة طارئة حتى ممكن معالجتها. المشكلة تكمن في تفسير الدستور، في ممارسة القوى السياسية للدستور. منذ البدء بدأوا يفسرون ما وضعوه في الدستور حسب مصالحهم الشخصية والحزبية في اختياراتهم بقرارات ما أطلق عليه بالعرف السياسي في تشكيل الحكومات ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وفق المحاصص الطائفية المعتمد عليها. فالخروج من هذه من هذا التقليد أو من هذا العرف السياسي الذي اعتمد من قبل القوى السياسية لتحصين أنفسهم واستمرارهم في الاستحواذ على السلطة ومن ثم مقدرات البلد، هذا العرف هو أصبح اللازمة لهذه العملية السياسية وهو القاتل الحقيقي لهذه العملية السياسية. واليوم خير دليل، يعني التيار الصدري لا يمكن يعني لا يمكن أن يوصف بأنه لا توجد لديه قاعدة شعبية وقوة برلمانية، ولم يتمكن من حل هذه المشكلة وخروج العملية السياسية من أزمتها الحالية. طيب دكتور صباح الناصري، يعني ما مدى قانونية هذه الاستقالة؟ هل ممكن أن تخلق فجوة في مجلس النواب ما يؤدي بالدفع إلى انتخابات جديدة؟ كيف تنظر إليها؟ من الآخر ما راح تكون هنالك انتخابات مبكرة جديدة ولن تتشكل الحكومة. يعني الاستقالة هذه هسه بغض النظر إذا كانت الاستقالة راح تكون قانونية وانقبلت من قبل رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي أو لازم يتم التصويت عليها، هذا مو مهم، هذه تقنيات باعتقادي. الحركة بذاتها هي رصاصة فضية في قلب العملية السياسية. وبغض النظر ايضا اذا كانت هذه مناوره من التيار الصدري من اجل وضع الاطار التنسيقي تحت الضغط او بعض اطراف الاطار التنسيقي حتى تنضم الى التيار الصدري من اجل تشكيل الحكومه، ام كانت استقاله حتميه يعني بلا رجوع خلينا نسميها، بكل الحالتين ليس هنالك انتخابات مبكره وراح اذكر اسباب بعد شوي، وليس هنالك تشكيل الحكومه ايضا، بمعنى ان عادل عبد المهدي كان آخر رئيس وزراء لمنظومة المحاصصة، ومن شهر 11/2019 إلى اليوم حاول السيد الكاظمي أن يصلح هذه المنظومة، أن يطبع عليها نوع من الشرعية الديمقراطية ونظم انتخابات نسبياً كانت ديمقراطية من أجل الإمداد لعمر هذه المنظومة، ولكن اتضح أن القوة المحتكرة للسلطة من 2003 إلى اليوم
غير قادرة على إصلاح نفسها. وأول تجربة تمر بها من خلال انتخابات 2021 خسرت الانتخابات لأن كانت ديمقراطية نسبياً، بينت وجهها إن هي في كل 20 سنة الماضية كانت بالحكم نتيجة للتزوير والتلاعب وليس لانتخابات ديمقراطية. طيب أستاذ نوري، يعني هل يمكن اعتبار استقالة الصدر هي من منطلق الخوف على مصالح الوطن؟ البعض يقول إنه يعني يتصف بالتذبذب في المواقف ودائما ما يلعب على الورقة الرابحة من أجل كسب يعني مكاسب سياسية أو تحقيق مكاسب سياسية. هل ترى أن الأمر الآن هو مختلف عن ما مضى وعن المواقف الماضية؟ هل هو أمر جديد؟ هل هو فعلا من أجل الخوف على الوطن ومصلحة العراق؟ نعم، هو شوف بداية ليس بجديد ولم يكن الأخير. يعني ما تعودنا عليه من قبل يعني أو من تصرفات أو من مواقف زعيم التيار الصدري هو مواقف متغيرة بشكل سريع وملفت. يعني خير دليل وليس بعيدا، بنفس اليوم الذي أعلنت فيه استقالة كتلته من البرلمان هو سبقها بتغريدة كان يريد يعني في تغريدته أنه آن الأوان، بما معنى أنه آن الأوان إلى الحشد الشعبي، يجب أن يتبع القرارات المركزية ويجب إبعاد السلطات أو الفصائل المسلحة من عنده والمشوهين للجهاد وغير ذلك. تشعر بهذه هو قادم بقوة على قرارات حكومية قادرة على إصلاح المنظومة العسكرية بمقدمتها الحشد الشعبي. في نفس اليوم يعلن استقالة كتلته وانسحابه من العملية السياسية. هذا تناقض كبير في التوجه السياسي عند التيار الصدري، وهذا المشكلة أنه يعني صعب الاطمئنان من عندها كمتابع سياسي. طيب هنا ماذا يهدف، يعني ماذا يهدف إن كانت هذه مناورة؟ ما الهدف من هذه المناورة؟ الحقيقة يعني أنا استبعد أنه تكون مناورة بقدر ما هي تكون هي فشل حقيقي من تمكن التيار الصدري بأغلبية مريحة في مجلس النواب بالانتخابات التي لا يمكن وصفها بأنها نزيهة ووطنية، لأنها هي نتاج قانون انتخابات غير منصف غير عادل غير وطني، فصل في مقاسات محددة لفوز الكتل السياسية نفسها التي مهيمنة على السلطة التشريعية، فبالتالي النتائج لا يمكن أن تتحقق بالطريقة التي يعني نريدها، يريدونها الوطنيين خلينا نقول، وكذلك يريدها التيار الصدري. فبالتالي هو لم يتمكن من تحقيق أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة كما يبتغي. اثنين، لم يتمكن مع حلفائه من تحقيق تشكيل الحكومة والثلث المعطل أو ما يطلق عليه بحسب المصلحة. أنا أؤكد هذه القضية لأنه هذا الثلث هو وضع في الدستور. طيب، في هذه النقطة دكتور نوري اسمح لي أنتقل للدكتور صباح. دكتور صباح، في ظل هذا الانسداد أو انسداد الاتفاق السياسي في المشهد العراقي، هل تعتقد أن تلجأ الميليشيات إلى الاحتكام للسلاح؟ هل تتوقع أن تكون هناك مرحلة مقبلة من الاغتيالات؟ خلينا نرجع بس خطوة لي وراء. يعني أنا أختلف ويا الأستاذ نوري هنا. أنا أعتقد بأنه هنالك رسائل لهذه الاستقالة من تيار الصدري، والرسالة الأولى هي للتحالف الدولي للمجتمع الدولي، لأنه لا ننسى إحنا أن التيار الصدري انسحب في تموز 2021 قبل الانتخابات، وذهبت كل الأحزاب وبلاسخارت الأمم المتحدة لإقناع بالعدول عن رأيه عن والرجوع إلى العملية الانتخابية على أساس أن هنالك ضمانات أن هذه المرة ستكون مختلفة تماما. الآن بعد ما تنتشر بعد الانتخابات اتضح أن الطرف الخسران يعني الأقلية اللي احتكرت السلطة من 20 سنة بإمكانها بدعم من إيران أن تنسف كل العملية الديمقراطية اللي ادعى المجتمع الدولي أنه أتى بها للعراق. هذه رسالة للمجتمع الدولي بأنه لابد من تحرك على مستوى دولي من أجل إصلاح هذه العملية أو
بدأ بعملية جديدة سياسية جديدة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية باعتقادي هي أيضا إلى أطرافه، إلى حلفائه من الطرف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنهم أيضا كانوا يناورون نوعا ما ويحاولون التقارب بشكل أو بآخر، يعني يحافظون على كل أوراقهم مفتوحة مع الإطار التنسيقي. فيبدو أن التيار الصدري شعر بنوع من الخطر بأن بابلي كان الاعتماد عليهم 100% في مشروع الأغلبية الوطنية. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة طبعا وهي الأهم بالنسبة للإطار التنسيقي وإلى إيران، ولذلك هو ذكر قضية الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلخ، هي رسالة للشعب العراقي بأن التيار الصدري مثل ما وعد الشعب العراقي أن هذه المرة راح يصمد ولن يغير موقفه وسيصر على الحكومة الأغلبية الوطنية، ولم يستطع ذلك وترك البرلمان. إذن أصبح الآن شعبية كبيرة في الشارع العراقي ضمنت لمستقبل السياسي. الآن أنا أعتقد الإطار التنسيقي راح يواجه أزمة وجودية ما راح يعرف شلون يخرج منها هذه المرة. فأحد الاحتمالات مثل ما تفضلت قد تكون هنالك تصعيد على مستوى الشارع وتصفيات ما بين ميليشيات تابعة للإطار التنسيقي وفصائل الحشد الشعبي التابعة إلى الفياض وإلى إيران، وميليشيات الحشد التيار الصدري بدعم هذه المرة، بدعم باعتقادي مو فقط من بعض القوات الأجهزة الأمنية في العراق، إنما أيضا بدعم من اتحاد الدول. طيب دكتور نوري، الفياض تحدث عن إسقاط الدولة، ما الذي تبقى من الدولة؟ الحديث عن الدولة الآن كيف تنظر إلى دلالاته؟ والدولة لا يوجد فيها شيء متبقي. هو المشكلة أنهم يعني هم السياسيين أنفسهم يتحدثون عن فوضى الدولة، والدولة اليوم بمعناها كدولة حقيقة يعني بعد هذا يعني الفشل الذريع في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، الفشل في كل شيء وليس كل فقط شيء في تشكيل الحكومة، يعني هذا أحدث شيء خلينا نسميه، يعني ما بعد إجراء الانتخابات 8 أشهر والقوى السياسية غير قادرة على تشكيل حكومة، ومن ثم يذهبون بهذه الطريقة الفوضوية حقيقة في يعني في العملية السياسية وتحجرها، هذا لا يمكن اعتماده كدولة. حتى بمعنى شوف على سبيل المثال، يعني قبل يومين كانوا متحمسين وزعيم التيار الصدري يشكر النواب الذين صوتوا على، شوف هاي تناقضات حقيقية يعني جوهرية لابد من يعني النظر إلها بدقة. نعم. لتصويتهم على قانون الطوارئ والأمن الغذائي، قانون الطوارئ للأمن الغذائي وطور الأمن الغذائي، وهذا القانون منقوض من قبل المحكمة الاتحادية وبعد ما يتم التوافق عليه. شوف هنا عادة العملية السياسية إلى التوافق وليس إلى الأغلبية، لما تم التوافق عليه وصوت عليه الجميع في البرلمان وفق كل واحد يعني حسب مصلحته في هذا القانون، بنهاية المطاف المحكمة الاتحادية أيضا هم لازم تسكت لأنه مصلحة الشعب والعملية السياسية. فالقضية حقيقة اليوم لا يوجد عمل مؤسساتي حقيقي يعتمد نظام دولة. اليوم هذه نقطة مهمة طبعا، ومنذ عام 2003 والعراق يدار من قبل ميليشيات مسلحة، يعني هو كإدارة، ولكن بغض النظر عن موضوع النجاح أو الفشل، المسمى الدولة شيء غريب أن تسمى دولة وهي تقاد بالميليشيات. طبعا السؤال موجه للدكتور صباح. دكتور صباح، تأكيد الفياض على ضرورة إبعاد الحشد، ميليشيات الحشد، عن التوتر السياسي الحاصل، ما هي دلالات هذا التصريح أو هذا التأكيد؟ هل يدل على الزاوية الضيقة أو على المأزق الذي وضع فيه الحشد الآن خلال هذه المرحلة؟ أول شيء ما يقصد الفياض بالدولة يقصد به الحشد الشعبي اللي هو المختطف الدولة، هذه قصده، أنه يحافظ على الحشد الشعبي بهيكليته بتركيبته بقياداته مثل ما هو عليه كحرس ثوري إيراني بالعراق، هي هذه الدولة اللي يقصد بها الفياض اللي يريد يحافظ عليها. والإطار التنسيقي يعني مشكلته الحقيقية مو مسألة قضية رقمية أو انتخابية، المشكلة الحقيقية لأن التيار الصدري يريد يفتح 3 ملفات مهمة جدا، ملف الموصل وملف سبايكر وملف الحشد الشعبي، ويريد يعيد هيكلة الحشد الشعبي وإبعاد القيادات للحشد الشعبي العليا والوسطى اللي هي تابعة لإيران،
وإعادة هيكلة وضمها إلى الأجهزة الأمنية للدولة حتى تكون تحت قيادة رئيس الوزراء. هذا ما يرفض الفياض والإطار التنسيقي وإيران يعني جملة وتفصيلا. أنا باعتقادي الخلاف الأكبر بين الإطار والتيار هي ليست الانتخابات والمقاعد بل وليست حتى الأموال والفساد، إنما هذه قضية محورية. الحشد الشعبي هو الضمان الإطار التنسيقي بدعم الإيران للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق. إذا ما يقصد الفياض بالدولة هو الحشد الشعبي، وهذا لذلك مقتضى الصدر نزل تغريدة بهذا الشأن، ربط الاستقالة والتهديد للإطار والحشد الشعبي بهذه النقطة تماما. بما معنى مرة أخرى هو يرسل رسائل إلى المجتمع الدولي، إلى التحالف الدولي، بأن هذه المنظومة فقدت شرعيتها وخرجت خارج الإطار الديمقراطي وأصبحت مبتزة ومحتكرة من قبل عصابات مسلحة مدعومة من إيران. فالكرة في ملعبكم الآن، يا أما تنتقلون وتساهمون في إعادة تنظيم هذه العملية السياسية أو سيخرج الوضع عن السيطرة، عن سيطرة التحالف الدولي. طيب. وأنا أعتقد هذه رسالة خطيرة جدا. الآن دكتور فيما يخص موضوع الإطار التنسيقي، عندما يتحدث عن حكومة شديدة تكون بالشراكة مع المستقلين، هنا ماذا يقصد بالمستقلين؟ يعني كيف تقرأ هذا الحديث بالنسبة للإطار التنسيقي؟ هو الحقيقة يعني بداية أولا يفترض أنه نقرأ من هم المستقلين ونتعرف على المستقلين فعلا وحقيقة، هم فعلا مستقلين أم هم مجرد لا ينتمون لحزب سين أو حزب صاد، ولكن هم يصوتون مع الإطار العام التنسيقي أو الكتل الأخرى من البرلمانية. فهذا هنا تنفي قضية الاستقلالية. الاستقلالية بمسماها الحقيقي بأنه هم غير منتمين لأي حزب كان، وهم لديهم رؤية محددة مستقلة واضحة المعالم متفق عليها، هذا غير موجود حقيقة. يعني إذا نرجع للواقع نجد أنه عدد من النواب اليوم الذين وصلوا إلى البرلمان منهم من استفاد من الحشد الشعبي أو الجمهوري اللي عبئه ثورة تشرين أو عبئته ثورة تشرين، بين قوسين خلينا نحكيها بالعامية، اللي استغل ثورة تشرين وحصل أصوات وراح للبرلمان، وبعدين بالبرلمان هناك هو ما له علاقة فعلا حقيقة في تشرين، أو حتى استمر في ديمومته الاستغلالية لهذه الملف. الحقيقة أنه اليوم احنا لحد اليوم المستقلين لم يثبتوا فعلا هم مستقلين. الإطار التنسيقي عندما يسعى الى الاعتماد على المستقلين، مو هو رهان ايضا صار في العملية السياسية اللي يعني خلال هاي الفترة ما بين التيار الصدري وكذلك الإطار التنسيقي على المستقلين، خلي يطلعون المستقلين. وهناك من قال انه المستقلين خذلوا الصدر، وهناك من قال انه المستقلين لم يتمكنوا من فرصة التي منحها لهم الإطار التنسيقي. فهو المشكلة أنه جوهر يعني المفهوم. طيب. الاستقلال ما موجود. أيضا نقف على مفهوم المعارضة، يعني تحاول القوى السياسية تأطير نفسها بمفهوم المعارضة. يا ترى هل هذه المعارضة التي تقصدها القوى السياسية هل هي حقيقية أستاذ صباح؟ لا أبدا أبدا، لأنه مفهوم المعارضة يفترض أنك أنت تقبل خلينا نسمي شروط اللعبة الديمقراطية. يعني أنت لما تخسر الانتخابات تهنئ الفائز بالانتخابات وتتجه للمعارضة من أجل مراقبة ومحاسبة أداء السلطة التنفيذية. نعم. هذا ما موجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القوة اللي احتلت السلطة من 2003 إلى اليوم اللي جت على الدبابة الأمريكية، هذه أصلا ما عدا مفهوم المعارضة بالمعنى السياسي، إنما مفهومه للمعارضة أنا سميته مفهوم هذا عالم الأموات مع الحادث. طيب دكتور صباح، يعني موقف كيف ترى إلى موقف الشارع العراقي من هذه المعارضة وهو رافض لكل العملية السياسية جملة وتفصيلا؟ مو هذا قصدي. المعارضة الحقيقية الموجودة في العراق، المعارضة السياسية وليست المؤسساتية، المعارضة السياسية الحقيقية موجودة في العراق هو الشارع العراقي. الشارع العراقي عنده وعي سياسي
ومفهوم للسياسة وللديمقراطية ولممارستها. أثبت ذلك في ثورة تشرين، وليس فقط ثورة تشرين، هنالك قوة وطنية وشخصيات وطنية ومثقفين وأكاديميين ونقابات ومجتمع مدني و و و. إذن الشارع العراقي بكل أطيافه السياسية، أنا ما أتحدث هنا سني الشيعة والكلام الفارغ هذا، أنا أتحدث سياسيا. نعم نعم. أي المعارضة موجودة، ولكن للأسف هذه المعارضة لم تترجم إلى معارضة مؤسساتية، بل على العكس، حتى المعارضة اللي دخلت على شكل مستقل مثلا نخذ حركة امتداد إلى البرلمان تفككت الآن تماما مثل ما تفككت ما تسمى بيوت المكونات، خلافات في كردستان، خلافات بين القوى ما تسمى الأحزاب السنية والشيعية. إذن نحن الآن ما بعد سياسة المكونات، احنا تركناها سورانة، فبالتالي لابد نعيد صياغة هذه المفاهيم. مفهوم المعارضة، مفهوم السلطة التنفيذية وهكذا، لابد أن نحررها من تسييسها وتحزبها، وطبعا تأثير أكبر لإيران عليها. لابد أن نحرر هذه المؤسسات من هذه التحزب والتسييس والطائفية، ونسترجعها إلى الشارع العراقي. دكتور صباح الناصري، أستاذ الفكر السياسي في جامعة يورك تورنتو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب، وشكرا ضيفي في الاستوديو الدكتور نوري حمدان، شكرا لكم. السياسي والباحث العراقي، شكرا لك.